الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا، كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه. كل مكان للناس فيه منفعة مباحة، انتهى الوقت ولا توه؟ بقي 7 دقائق على الأذان. طيب بقي 7 دقائق على انتهاء درس العصر. كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا تقضى الحاجة فيه. لا يجوز لك أن تقضي حاجتك في مكان للناس فيه منفعة ومباحة. كم شرط؟ شرطان. أي مكان فيه تلك الصفتان فلا تقضي الحاجة فيه. أول شيء أن يكون لهم فيه منفعة، وبناء على اشتراط هذا الشرط فالأمكنة التي لا منفعة للناس فيها ما عليهم، ما عليك حرج. الشيء الثاني أن تكون تلك المنفعة اللي بيستفيدون من هذا المكان فيها مباحة وبناء على إباحاتها، فلو أنهم اجتمعوا على منفعة محرمة فيا لله در من سيتغوط فيه، عشان أفرقهم، لأنهم ما اجتمعوا في ذلك يشربون سكار، يشربون الخمر، أو يجتمعون على الزنا، أو على بلوت، أو على خرابيط، أو على قمار. فيلا شوف شغلك مرة، وحاول بارك الله فيك ووفقك الله أن تتنقل من مكان إلى مكان. فإذا لابد من هذين الشرطين، أن تكون منفعة ومباحة. قالوا مثال، مثل. طيب مثل الظل النافع، الظل النافع، طرق الناس في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة تقول لاعنين. قالوا من لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وللطريق منفعة وفي الطريق لهم منفعة مباحة. طيب أو ظلهم وفي الظل منفعة مباحة. وفي سنن أبي داود من حديث معاذ قالت تقول الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، مياه الناس يا أخي، وقارعة الطريق والظل، كلها للناس فيها منفعة مباحة. المساجد، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القدر، للناس فيها منفعة مباحة، وهي الصلاة ولا لا. المقابر، لا يجوز أن يتغوط الإنسان على القبر أو بين القبور احتراما لأصحابها وللناس منفعة الدفن فيها. فإذا لا تقعد تحفظ الأدلة كلها، خذها للصفة قاعد، كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه. فإذا سألك إنسان هل يجوز لي أن أبول وتغوط في المكان الفلاني، فانظر إلى المكان الفلاني هل توفرت فيه الصفتان فامنع، إذا ما توفرت فيه الصفتان فأجز.